جديده من برنامج ايش قد بجيبك. ايش قد ما راح يكون بجيبك راح ننطيك بقدهم، واذا ما عندك تدايم اللي يمك. اليوم احنا بسوق باب المعظم، خليكم ويانا. مرحبا. شلونك؟ شنو اسمك؟ سليم. سليم ايش تشتغل؟ حلبان. والله ايش قد يوميتك؟ 25-30. زين، متزوج ولا لا؟ لا والله. لمن تنطي ذولا الفلوس؟ ماما. لامك؟ اي هم تسوق لهم السوق؟ اي والله. زين ايش تسوق يوميا؟ طماطم، بصل، حيال، لحم. هاي يومية؟ اي. زين، شنو الاكلات اللي انت تحبها؟ لحم طليان. لحم طليان؟ اوكي زين. ايش قد بجيبك سليم؟ هذا جيبك ايش قد بيه؟ هاي الفلوس 15,000. أيه. تقريبا ويا ذني سنه 25. هسه تروح تداين من انا من الموجودين. أيه. 30,000. اوكي؟ يلا سليم، هذا الرجال راح يداينك. هذا الرجال. ايضا سليم اعتقد راح يطلع من عنده شيء حلو. اتمنى انه دائما تفهمون فكره البرنامج صح، انه احنا هدفنا من هذا البرنامج احنا نونس الناس ونفرحهم ونضحك وياهم. اي حبيبي اوكي، اوقف هنا، اوقف نفس وقفتك. زين اوكي، هاي 50 صارت عندك. هسه اللي اريده من عندك، تعرف تغني؟ اي. شو تغني؟ هاي رادة وهاي تميناها بنتي شي اهتميناها. اي هاي رادة وهاي تميناها بنتي شي اهتميناها. اوكي يلا صفوق، طول بالاغنية. اوكي يلا وشوية علي صوت. هاي رادة وهاي تميناها بنتي شي اهتميناها. هاي رادة وهاي تميناها بنتي شي اهتميناها. وهاي رادة وهاي تميناها بنتي شي اهتميناها. وهاي رادة وهاي تميناها. اوكي تمام يعني بس هذا المقطع حافظه؟ ايوه. زين ايش حافظ شيء ثاني؟ بزونه. ها؟ ما بزونه. بزونه؟ شنو يا بزونه؟ ناو! اوكي، شيء ثاني بعد؟ ما كلب. شنو؟ لا الكلب؟ اي. عوفها، اوكي، سمعني شيء ثاني. مال هاشا. شنو؟ داموس. يلا شلون؟ ما! اوكي زين، بعد ايش حافظ؟ طيب يعني انت اصلا تقلد اصوات؟ اي تقلد اصوات؟ يا صوت. هاي البزونة الكبيرة؟ اي. والصغيرة؟ ناو. الصغيرة؟ اي. والاصغر شوية؟ ها؟ زين، صوت ثاني؟ صوت ثاني حافظ؟ لا والله. بس بزونة، انت ما تقلد اصوات صح؟ ديش. صحيح. والدجاجة؟ اوكي صح. زين بعد منو؟ العصفور. ها؟ والبلبل. هاي العصفور هيك يسوي؟ اوكي. والطير؟ لا الطير ما يسوي. اوكي بعد شنو بعد؟ شنو نقول له؟ هاي منو؟ لا مو السيفس هذا، لا مو السيفس. سمعت من الوالده يقولوا لك قول قوزي، ايش بيه؟ شنو سالفه قوزي؟ 15,000. زين ليش يريدوك تقول قوزي؟ طيب شو تقول قوزي؟ عوزي. قوزي؟ عوزي. ما تقدر تقول قوزي؟ اي. اوكي تمام. زين هسه انت ربحت ويانا، بس بشرط انه تعيد اغنيه او تغني لي اغنيه شويه طويله. متتوم؟ اي يلا. متتوم ياي متتوم. ايه متتوم. تن 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 تن. اوكي بس صورك بال الكاميرا، لا تندارني الكاميرا، لا تنطيها. دير وجهك، دير وجهك، دير وجهك. اي ابقى بعد شويه. لا بالعكس بالعكس. اي مو هيك هيك هيك. اي يلا شو بالله عيدها. تن تن تن. يعني هاي الاغنيه مالت من؟ ما متتوم. ام كلثوم؟ اي ام كلثوم دا يقول الاغنيه. ها وانت ليش تقلد عليها انه هي هيك تسوي؟ اي شلون؟ تن تن. بعد تقلد منو؟ ما شوفي. ها؟ ما شوبي. شوبي يلا شلون؟ تن تن تن. بس دير وجهك على الكاميرا شوية. ايه شلون؟
اوكي تعال هسه راح اسالك سؤال بسيط زين عمر نور هيك اوكي هو زين راح اسالك سؤال السؤال يقول اكو اثنين خوات يشوفون كل شيء بس هن وحده ما تشوف الثانيه هاي شافين اي وحده ما تشوف الثانيه بس هن يشوفون كل شيء توشي ها توشي لا دا يردوا لك الجواب توشي لا عيون عافية اوكي صفقوا له سليم ربح ويانا عافية عليك انطيني فلوسه تفضل سليم هذه الفلوس مالتك شو راح تسوي بيها؟ اعطيني امي يبيع اوكي حبيبي شكرا جزيلا لك شكرا باي باي سليم شلونك؟ زين شنو اسمك؟ علي علي ايش تشتغل؟ الالي قد تحصل يوميا؟ 15 زين كلمة كلمة جوابك؟ سينزين اوكي ايش قد بجيبك هذا؟ ما عندي ولا هذا الثاني؟ بس انها بجنطة ايش قد بالجنطة تقريبا؟ 15000 15000 تروح تلم لي عليهن بحيث يصيرن 50 اوكي؟ اوكي؟ اوكي يلا روح لم 35 تخسر 50 وتعال هسه يداينوك من هنا يلا بسرعة لا تتأخر راح هذا لو هذا الرجال راح يداينك اي اوكي عاشت ايدك يلا تعال هسه ترجع ليهن هسه ذني الخمسين باع وين رحت هنا شوي ارجع بصفي باوع هاي الخمسين مو راح تربح راح ترجع للرجال هالخمسين مالته آه. وانت تاخذ 50 اوكي آه. زين تعرف تغني؟ ايه شو تغني؟ بس مو كلها نص اوكي شنو هي الاغنيه؟ يا برتقاله يلا اوكي تشجعوا يغني نسمعه يلا لا يلا ابكي هو شوف ايش حافظ ايش حافظ اغني؟ ايه يلا يا برتقاله طررط شل ايه عذبت حالي طررط شل على الناس ايه يلا كمل يا البرتقالي اي ذكروا ذكروا عذبت حالي عمتك جاي من الهورق قلت تلقاه يلا شلي على الناس عذبت حالي يا البرتقالي هاي مرحبا شلونك؟ شنو اسمك؟ زيد زيد ايش تشتغل؟ علاجي مو؟ بيا صف؟ بالثالث بطل من زمان ابتدائي؟ ايه ايش قد عمرك انت؟ عمري 14 زي ليش مبطل؟ من زمان بطلت وين بيتكم؟ بيتنا بالحلة بالحلة؟ ايه ويعني هسه من تخلص روح الحلة؟ لا انا فندق انا ابات بيه انت تبات بالفندق؟ ايه واحد وياك؟ لا انا ولد عمي ها ولد عمي ايه زين 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 ايش قد تحصل يوميا؟ يومي 10 15 وتجمعهن؟ ايه زين ايش ما تشتغل بسوق الحلة يعني يومكم؟ ماكو شو مو مثل هنا ايه زين ايش قد بجيبك هسه؟ ايه 5 تقريبا 5000؟ ايه باوع طلع لي الخمسة روح الداين 45000 اوكي اي هذا الرجال يشوف من هو من هاي داينك واحد من ذولا يلا ذولا راح يدن شو اسمه زيد يمكن قال لي زيد لون خليه يغني لون خليه يمثل بس تعال اقول لك انت قلت لي اسمك زيد زيد تعرف تغني اي صدق زين شو تحب تغني اي شيء ايش حافظ اذا هاي صار لك يومين اوكي بس اوقف عدل هيك يلا يلا صار لك يومين ما عاجبني ايه؟ بطلت وبعد ما تعبني ايه؟ بجي غير مكاني جيري ايه؟ بدو شبيك لا تعذبني محترق بالنار خليني صار اي كملي صار لك يومين طب قولي ما عاجبني بطلت وبعد ما تعبني جيري غير مكاني جيري بدو شبيك لا تعذبني معترق بالنار لا تخليني سلم من بعيد ايه؟ وغطي شفتك من تصير قبالي انا ناصب سيطره ببوسه يريد وجنة غارني عبسوه وطاح شعره ما قلت الغالي الله صفقوا له اوكي زين مبروك عليك ربحت ويانا بس راح اسالك سؤال بسيط ارد اشوفك انت شاطر فعلا اوكي اكو خوات اثنين يعني يشوفون كل شيء بس هن واحده ما تشوف الثانيه العيون صحيح صفقوا له صفقه قويه صفقوا له عفية عليك انطيني مصطفى تفضل حبيبي هذه الفلوس مالتك شو راح تسوي بها؟ منزل اطين لهن ها؟ اطين لهن من تنزل؟ ايه. يلا اوكي شكرا جزيلا لك باي باي
شلونك؟ الله يخليك. شنو اسمك؟ مصطفى. ايش تشتغل؟ عربون. هاي العربانة يعني هاي مالتك اللي احنا. ايه. زين، ايش قد تحصل يومية؟ 15 10. بيا صف؟ انا بالاول. ابتدائي؟ متوسط؟ ابتدائي. ايش قد عمرك؟ متوسط. مدا اقول ايش قد عمرك ليش؟ زين، نجحت للاول ولا تداوم هسه يعني راح تنجح للاول؟ بطلت. ليش؟ من توفت امي بطلت. يا حبيبي الله يرحمها. زين، وهسه انت ويا من عايش؟ ويا مرت ابوي وامي. ايوه الحمد لله مرتاح؟ الحمد لله. زين ليش بطلت؟ حرامات ترجع للمدرسه. تاخرت. ارجع مسائل. ما تقبل. يلا نسولف فيها ورا الكاميرا عود، اوكي؟ اعلمك، اوكي؟ زين. يعني اعلمك انه شلون ممكن انه تداوم مسائي، اوكي حبيبي؟ ما شاء الله. زين. صوتك حلو؟ نعم. تعرف تغني؟ ايه. قد بجيبك هسه؟ انا بجيبي يمكن 15. 15 تقدر تداين لي؟ اداين. الشباب نخليه يقوم يداين لو صعبه بالحركه بالكاميرا. اوكي اوكي. زين. باوع. اذا صوتك حلو سمعنا اياه. ليش بخجلان؟ لا ما خجلان. والله انا متوقعه راح تطلع لنا اليوم شيء حلو انت. اوكي؟ يعني راح تسمعنا شيء حلو راح يطلع من عندك، يلا سمعنا. قلب ماما ادني الغير، قلب عدكم وسألو. ايه؟ ادور وانشد الناس وعاين بس بالوجوه، لاندى الوجه وجهكم واسأل من عليكم، واسأل من عليكم. قلب ماما ادني الغير، قلب عدكم وسألو وعاين وانشد الناس وعاين بس بالوجوه، لا انشد وجهكم واسال من عليك. اليوم ايه؟ مسابقات مال تكرمون مال المطايا. ايه ايه. زين، فحمار الوحشي ومطي رصاصي. ايه. فقام يمشي المطي ايش اسمه، وقام نركضن الرصاص وقف، ذاك مشى الحمار الوحشي وقف هذا المطي تنحر. قال يا معود يمشي ما مشى. قالوا ما امشي اليوم اذا ما تجيبوا لي مثل هذا التراكسود. اوكي صفقوله صفقوله. زين عندك شيء ثاني؟ لا. يلا. يسامحيني يسامحيني يا نفع ريحان حبك تيري ريري تيري تيري تيري. يسامحيني تنترن يسامحيني يا نفع ريحان حبي الماجنين رسران بيها تيرينين تنترن. اوكي شكرا جزيلا لك. اعطيني بوسه. يلا صفقوله صفقه قويه. عفي عليك صوتك حلو ربحت ويانا. انطيني فلوس يا مصطفى. تفضل حبيبي هذه الفلوس مالتك، شو راح تسوي بيهم؟ اعطيه لوالدي. يوه ايش قد خجلان. يلا يلا شكرا جزيلا لك حبيبي. باي باي. مرحبا عمو. هلا عمو. شلونك؟ هلا بيك. شو اخبارك؟ هلا بنتي. ابو من حضرتك؟ انا ابو نور. ابو نور، نور ايش كبرها الله يحفظها؟ هسه طلع كليه الهندسه. اه تمام، وانت هنا شنو تبيع بالضبط؟ مو شفت انا دجاج وعصافير اعتقد. ايوه. هنا ملاعب. ملاعب، هذا لابني. هذا ابنك؟ اي مصطفى، وهذا الي. هذني ملاتك. هذا لابني تزوجته وقسمت البصية، وهذا هسه راح يتخرج من كلية الهندسة. تخرج. ايه؟ قلت له هاي البصية الثانية لأنك تعين معكم. الحمد لله تمام تمام تمام. وأنا ما تعيني. هاي بيش الدجاجة الصغيرة؟ هاي بثلاثة. دجاجة أو كتكوت؟ كتكوت دجاجة فروجة بثلاثة. فروجة اسمها؟ اي نعم اي فروجة. ب 3000. زين عمو ذني ميموتين؟ لا ميموتين، أنا يجون عندي هناك أقواص أخليهم بي وداريهم. زين. نعم. زين ان شاء الله. ان شاء الله. الله يطول بعمرهن. ان شاء الله. ان شاء الله. زين هسه انا راح اسالك ايش قد بجيبك هذا؟ والله ما ادري. يعني تقريبا. يمكن 30 جيبي. 30؟ اي. 30 ذني؟ اي. اريد 20 تنطو 20000. هاي اصلا حفظوها انطوك 50 قبل. نعم. زين تفضل. اي. هاي ال 50 بيدك. من تربح ترجع لي اياه. اوكي اوكي. زين اوكي. الولد خايف على الخمس يا ترجع لك اياه وين يروح. زين دا جاري بصفية شنو ما عندك ثقة بيه؟ هو باوع له احتياط. قال له شنو ما عندك ثقة بيه؟ انا ادري. زين عود ياخذ فروشتين بمكان الخمسين اذا ما طيب اياه. لا. زين عمو هسه انت حافظ شعر مثلا او اغنية؟ اذا تغني شعر شو حافظ شعر؟ دارني. دارني سمعنا اياه. اكو فد واحد حبله فد واحده. اي خطبوها. زين
خطبوها يعني راحت من عندي. أي. زين. قالوا له يوم يوم نيشانها. أي. قال يا ليلة الخميس حا. أي. يا ليلة الحنة. أي. ذهب غيري حلى بيمناك ريته يدوم باليمنى. الله. باشر يفتري بالسراج. أي. باشر أقطع الظنة. أي. يا زافوف أرضا خاف. سوي الخاطر الزهرة باشر عيد باشر حج باشر يتم المسعدات صفوف صفوف باشر للنجف مسراي شهيد العشق بالجنة. الله الله صفقوا له صفقوا له كلكم. اوكي بس ممكن شوية يعني صوتكم لين صوته مدى يبين كلكم دا تحجون بس شوية تنصون صوتكم. زين حافظ شي ثاني عمو؟ اكو فد واحد ايه؟ هم حبله ايه؟ هذا شعر خليني اسمعه خليني اسمعه شباب واللي يسولف ما يقدر خليه يروح حبله فد ايه؟ واحده هاي الوحده بس عيد لها من البدايه اكو فد واحد حبله فد واحده المراسل بينه وبينها اخته زين هو بالجبهه كان زين لقته اخته اجى من الجبهه قالت له قالها ايش بيك قالت له فلانه عرسها تزوجت حبيبتي زين قال هي تحبني وتموت علي و... وتشتاق لي يجوز هاي صارت تراب تمرضت وين قالت فلان قطاع راح القطاع لقاها مبذله متمكيجه وهذا والدنيا صير هو تخربط شافها وتخربط زين تكر ميزة زين لب من راسه نعم اجى في واحد قال له قوم ايه قوم قال له عوفني قال له هدني هدني انا مو سكران ايه انا زعت الهموم انا زعت دم قلبي عليه ترى مو لبلب وهموم اها الله الله صفقوا له صفقوا له صفقه قويه اوكي إيه. الله حافظ لنا بعد شيء حلوه هاي يعني انت تالفهم لو حافظهم من احد من زمان هاي من زمان حافظهم إيه. زين من كنت شباب؟ اي من كنت شباب زين حافظ بعد شيء؟ انا حافظ يعني هم هيك سالفه وبها ما قاعد ماذا تتذكر ذكرت بس دوله اي ذكرتني بس كانت شبابنا نكتب و انا خريج اعداديه نعم وكمبيوتر اداره اقتصاد نعم 82 83 نعم وما تعينت اي وقعت بالاسير وما اعطوني حقوقي اي الحمد لله على كل حال حكي. ابني النوبه ذول ولدي تخرجوا بس ولدك هم يكتبون مثلك لو بس انت كان لك واهز تكتب عندي فد بنتي انا هم رسام اها حلو ارسم لوحات أي. عندي بنتي بالاعداديه هسه ترسم ولوحات احس بالك هي مع العلم لا دخلت اكاديميه فنون وتمينه نعم. فعندها موهبه لا معهد فنون ولا لا لا هي عندها موهبه وترسم من ذاتها نعم انه بتقول يابا انا على الحائط نعم اقول يابا اشوف رسم بالحائط ترسمه زين عندك لوحات بعتهم لو بس ترسمها لك شو تفضل ارسمها لي فبنتي هسه عندها لوحات اوكي اوكي شكرا جزيلا حجي لك انت ربحت ويانا خلينا نشوف الفلوس مالتك تفضل هذه الفلوس مالتك رحم الله والديك هاك عيني خذن حبيبي زين شو راح تسوي بيهم ذولا هاي اي ادار اعطيها لحفيدي لحفيدك الله يحفظ لك يا شكرا جزيلا لك حجي مع السلامه مرحبا مراحب شلونك شو اخبارك شنو اسمك علاء علاء شو تشتغل سمات سمات زين يعني انت ابو السمك أيه. تشوي؟ اي اشوي وتبيع؟ واشوي وابيع اوكي شلون السمك مالتك طيب؟ لا طيب زين يا يوم اكثر يوم تشتغل به؟ الاربعاء اكثر شيء رزق وهاي الاربعاء والجمعه يجي بعده الاربعاء اكثر شيء نشتغل الجمعه سوقنا الجمعه نعم اوكي زين تعرف تغني؟ اغني اعرف ما شو اسمه دارميات دارميات؟ زين انت ايش قد بجيبك؟ جيبي 20 تقريبا اوكي خليهم ما راح اخليك تداين لانه شمس خطيه عليك قويه اوكي شنو تعرف دارميات قراج دارمي اي بس ثلاث بوسات ما كان بستج طعم العسل يا هواي بشفاف هذاك اوكي شيء ثاني بعد منيت روح القلب وبوسط القلاده اي مرات انقلب على الصدر مرات على فؤادي اوكي زين بعد شيء ثاني بعد اي طبعا جيت اجر التنور والورده طاحت هدنية بعد شلاي حسوا مصاحت اوكي زين بعد شي قلبك مدرسه عشاق ايه؟ وانا بالهوى طالب ايه؟ كل ما امتحن بالحب اطلع بالعشق راسب اوكي زين اوكي بعد هسه منا خلص تصوير نسولف انا وياك اوكي
زين استاذين بعد؟ اي بعد سمعنا. قل هلوق السواد عليك لما انت لبسينه. اي والمؤمن من يلاقيك كفر بدينه. استردين بعد. سمعنا بعد اوكي. قل هلك باسمك يسمونك يا حسون. اي هلك باسمك يسمونك يا حسون وسبع خدام للقله. يا حسون خاف اسطو هلك بيه. اي يا حسون وخاف اجيك وشلابكم تنبع علي. اوكي زين بعد شي حبوب؟ استردين هوسات؟ كيفك؟ يلا هوسات سمعنا هوسات. استردين هوسات يعني شنو مثل ايش؟ كيفك اي شيء؟ اليوم استردين. لا 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 هوسات مو يعني شعر درامي شنو؟ هوسات؟ على عالي ويعلى حتى الناصبي اشعار مال غزوان عتابه. يلا اوكي. على عالي ويعلى حتى الناصبي ايه؟ الجروف اش ما علا للمي تزيد. ايه؟ زينب وفاطمه جرفين العصاف وتجرى من بيناتن ام البنين. اها زين. النبي لما نهاجر ليثرب بالطريق صاحبه قال له مولاي طريقك مو امين. على ابوك النبي قال له علي لو صار قال له شلون؟ قال له نقرا الفاتحه لام البنين. علي رابع لا تخلون 40 وين ما تخلونه يظل حيدره. علي يفرح من تخلوه بالاخير علي قضى العمر يا هو الاخره. شوف علي ناجح مدرسه الاله كان صحابه حاولوا شق دفتره. اذا مو عباس على القنطره كان شويه ماخذ من عندك قليل وكل صار بالطف وجرى ولدت عيسى مريم. زين تريد ماي تريد ماي تراك تعال تقرب شوي. زين دارمي يريد. دارمي؟ اي دارميات دارميات عبوديات. دارميات تريد؟ اي ندق الباب والله شا ندق الباب واعرف زين دقتها مو ذيش نظرتها تريد الرسايل. يلا عيدها من البدايه. ندق الباب واعرف زين دقتها مو ذيش نظرتها تريد الرسائل والصور تحترق بالنا ليش خيب الرسائل والصور بالقلب تذكار. صفقوا لي صفقه قويه. اوكي ربحت ويانا. تفضل. زين هسه اريد من عندك تغني يعني تغني شيء بسيط. اوكي اي وانا ما حافظ بس لا لازم لازم غني. مخطوبه وغصب يا فلان خطبون ورضيت انا يذبحون النصير لنا وصير لك خبر كان. لبست الخاتم بايدي يا ايدي حيل حزنان. اقول لك يا مخذني اقول تريد تفوسك فلانه. الله الاملي يا فلان لا تنموش العروسان. شكرا جزيلا لك حبيبي. طبعا لهنا انا وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم. انتظرونا بحلقه جديده من برنامج ايش قد بجيبك. باي باي.